عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصفتنا نهار اليوم راح تكون تحلية في كؤوس بالفراولة. لتحضير الوصفة نحتاج المقادير التالية. كخطوة أولى، المقادير اللي نحتاجها في الخطوة الأولى كالآتي: عنا نصف كاس كريمة سائلة، بنصف كاس شانتيي، علبة ياقورت طبيعي. فيما يخص الكريمة والياقورت، راني حطيتهم في المجمد، بردوا مليح باش نحكموا نخدموا بهم. ضروري الخطوة هذه باش تطلع لنا الشانتيي. نجيب إناء بعد الحوايج بركة باش تشوفوا مليح. نضيفوا كريمة السائلة، نضيف عليها شانتيي. ديما نفس العبارة تاع الشانتيي، هو نفس العبارة اللي نديرو بيه الكريمة ولا حتى الماء ولا الحليب اللي نطلعو بيه الشانتيي. نضيفو الياقورت، نطلع كل المكونات بالباتور. نجيب بوش منحط فيه أي أداة، منحط فيه حتى أداة، ونفرغ فيه الكريمة. لهنا قبل ما نفرغ حبيت جوست نوريكم الكريمة، هذا هو القوام تاعها. إذا ما تحصلتوش على هذا القوام تقدروا تضيفوا لها ملعقة تاع شانتيي وتعاودوا تقعدوا تضربوا حتى تحصلوا على القوام هذا. أي ما تجيش كيما شانتيي متيبسة، نسحقها بهذا القوام ونفرغ كامل الكمية في البوش. درك نغلق عليها مليح من هنا ونحطها في الثلاجة تبرد. الخطوة الثانية للتزيين، نحتاجوا أي قطو عندك في الدار ترحيه تتحصل على هذه النتيجة. لهنا كاوكاو محمص وملحي خشي وحبة من الفريز، قصيتهم على شكل شرائح وخليت هذوما 3 حبات للتزيين. راح نستعمل هذوما الكؤوس. الخطوة الأولى، نجيبو الشرائح تاع الفريز ونحطوهم مع الجوانب تاع الكاس. درك نحط كمية من الكاطو والكاوكاو، نحطو كمية من الكريمة. البوش راح يسهل علينا العملية. نزيدوا طبقة أخرى من البسكوي والكاوكاو، تحبوا تقدروا حتى ديروا لي فروي هنا، ما كاين حتى إشكالية. نزيد كمية من الكريمة حتى نكمل كامل الكمية، كمية كريمة وكمية من الكاوكاو حتى نخلصها كامل. يبقى الشكل النهائي في الآخر، الطبقة الأخيرة تخلوها للبسكوي وتحطوا حبات الفريز المقطعين كيما هكذا وتحطوا فوق من الكاس. تحلية وجدت، هذا هو الشكل النهائي تاعها. نقدر نديروها في مناسباتنا وفي رمضان ان شاء الله كي خلينا ربي حيين. ان شاء الله التحلية تاع نهار اليوم تعجبكم وتجربوها وتقولوا لي رايكم في لي كومونتير. ما تنساوش تبارطاجيوها مع لي زامي وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باه كل فيديو جديد نهبطو تشوفوه. نتلاقاو في الفيديو القادم ان شاء الله.